طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. موقع أخباري يتحدث عن أكثر سؤال يردده اليمنيون فيما بينهم. ومن عدن الغد، الحكومة توجه بإيقاف البناء فوق أسوار عدن التاريخية. صحيفة بريطانية تقول طالبان تبحث عن دعم أمريكي في قتالها مع تنظيم الدولة الإسلامية. ومن أكثر الأخبار المنوعة انتشارا، طالبة أمريكية تحتفل بتخرجها مع تمساح طوله 4 أمتار. أهلا بكم. بكم الدولار اليوم؟ السؤال الذي يبدأ به اليمنيون يومهم وفقا لموقع المشاهد نت، والذي أفاد أن السؤال يطاردك في كل مكان اتجهت إليه. الكل يسألك هذا السؤال، رجل وامرأة وطفل. لقد أصبح سعر صرف الدولار حديث الشارع اليمني، لا شيء يمكن له أن يصرف نظر اليمنيين عن الحرب التي اقتاتت على أجسادهم يوميا، سوى سعر صرف الدولار الذي بات يرتبط ارتباطا وثيقا بواقعهم المعيشي. يقول المواطن أحمد ياسين المشاهد، ستجد كل الباعة يخبرونك بأن الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، حتى الخضار الذي ينتج محليا. لقد حدث لي موقف مع بائع الخضار الذي قلت له أن الخضروات محلية ولا علاقة لها بسعر الصرف، وبدأ يسرد لي تفاصيل ارتباط الخضروات المنتجة محليا بالدولار، وقال إن المزارع تحتاج إلى المشتقات النفطية لري الخضروات، وكذلك وسائل نقلها إلى الأسواق تحتاج للمشتقات النفطية، وهذه المشتقات تحتاج إلى الدولار لاستيرادها من الخارج. ويفيد الموقع، يستيقظ اليمنيون على أو كل صباح على أسعار تختلف تماما عن اليوم السابق، ويبدأون يومهم بالتساؤل عن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني. يرى كاتب يمني أنه لا بد من الاستفادة من الإدارة المالية التي حدثت في ليبيا لتجاوز أزمة انهيار سعر الريال، ويضيف عبد الله أبو الغيث في مقال نشر في التغيير نت. إيقاف التدهور في سعر الريال يتطلب وبشكل عاجل ومسؤول تنسيقا بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء، ما يعني عمليات توافقية تقوم بها كلا الحكومتين في عدن وصنعاء لإيقاف ذلك الانهيار. فليس الآن وقت الحديث عن أوضاع قانونية لهذا الطرف أو ذاك، دعونا نرحل تلك المهمة مؤقتا إلى ما بعد إنقاذ السفينة من الغرق، ويتطلب الأمر استفادة من التجربة الليبية بهذا الخصوص وسياسة التوافق القائمة في الجوانب المالية في ليبيا بما فيها العملة والموارد العامة ومرتبات الموظفين، رغم الصراع الدائر بين حكومة طرابلس وحكومة طبرق. كما أن التوافق على ضرورة استئناف تصدير البترول والغاز اليمني وتذليل الصعاب التي تقف أمام ذلك يعد خطوة مهمة لإيقاف ذلك الانهيار في سعر الريال اليمني، وتلك مهمة تقع على عاتق التحالف الخليجي الذي يشن حربه في اليمن، خصوصا أن مناطق إنتاج البترول والغاز كلها تقع تحت سيطرة الحكومة التي يدعمها التحالف ويعترف بها المجتمع الدولي. وتلك خطوة تعد أهم بكثير من الحديث عن ودائع تم توريدها إلى البنك المركزي اليمني، قيل أنها بلغت 2 مليار دولار. ثم يخرج لنا محافظ البنك المركزي في عدن ليحدثنا عن سحب 22 مليون دولار لمواجهة الانهيار المريع الذي يمر به الريال اليمني، بما قيمته 1% من الوديعة المعلنة. أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة مارب بيانا حول حادثة استهداف نقطة أمنية بالمحافظة من قبل مسلحين جنوب المدينة، ونقل موقع المصدر أونلاين عن اللجنة أن عصابة مسلحة باشرت إطلاق النار على أفراد النقطة عند الساعة 7 صباحا، ما أسفر عن استشهاد 5 من أفراد الأمن بينهم قائد النقطة وإصابة 7 آخرين. وبحسب الموقع، أشار البيان إلى أن أفراد النقطة الأمنية اضطروا للرد على النيران، ما أسفر عن مصرع 12 مسلحا وإصابة 7 آخرين، وتم إلقاء القبض على 3 منهم. وأوضحت أنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادثة، كما شددت على رفع الجاهزية الأمنية.
مهما ابتعدت عن سيرتها فلن تتغير، وتفجير المنازل هو جزء أصيل في سيرة ميليشيات الحوثي. وآخر المنازل التي فجرتها الميليشيا وفقا لموقع الصحوة نت حدث في تعز، وعنوان الموقع: ميليشيات الحوثي تفجر منزلين جنوب شرق مدينة تعز. وقال الموقع أن ميليشيات الحوثي الانقلابية فجرت منزلين لمواطنين من أبناء منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب شرق مدينة تعز. وقال شهود عيان أن المنزلين يعودان للمواطنين إبراهيم سعيد وفؤاد سعيد والكائنين جنوب شرق مدينة تعز. ويشار إلى أن عدد المنازل التي فجرتها الميليشيا الانقلابية في منطقة الشقب وصلت إلى 14 منزلا، فيما يستمر القصف العشوائي على مساكن المواطنين بشكل مستمر. ثورة في إيران تحت هذا العنوان كتب مروان قبلان مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في جزء من المقال: دخلت أمس الثلاثاء موضع التنفيذ الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، وتشمل قيوداً على قطاعي السيارات والطيران وتجارة الذهب والمعادن وغيرها. وتبدأ الحزمة الثانية المتوقع أن يكون تأثيرها أشد في 5 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وتشمل قطاعي الطاقة والمصارف. وعلى الرغم من نفيها السعي إلى تغيير النظام كما جاء في شهادة وزير الخارجية مايك بومبيو الأخيرة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترمي بالتأكيد إلى إشعال ثورة تودي بالنظام الإيراني أو تسهم في إضعافه ودفعه إلى الاستسلام. واقع الحال أن إيران تشهد كل 3 إلى 4 عقود تقريباً ثورة، وقد عرفت خلال القرن العشرين وفق هذا المعدل 3 ثورات: الدستورية أو المشروطية، ثورة مصدق، والثورة الإسلامية. وعلى الرغم من صعوبة التمييز بين ما يمكن اعتباره محلياً وخارجياً في أسباب قيام هذه الثورات، فإن الثورة كانت تشتعل في كل مرة بفعل عوامل ذات طابع محلي: فقر، ظلم، فساد، بطالة، استبداد، وانسداد الأفق السياسي. إلا أن نتيجتها نجاح أو فشل كانت تقررها دائماً عوامل خارجية تدخل لصالح الثورة أو لصالح النظام. سوف تزيد العقوبات الأمريكية الوضع السيء سوءاً، وكثير من عوامل قيام الثورة في إيران متوفرة، فهناك أزمة اقتصادية خانقة بعضها مرتبط بالعقوبات، لكن أكثرها مرده سوء الإدارة والفساد وسيطرة حراس الثورة على جزء كبير من النشاط الاقتصادي في البلاد. المواقع الأثرية التي نجت من الحرب في عدن تواجه حرباً أخرى، فهل تتمكن الحكومة الشرعية من حماية هذه الآثار والمحافظة على التاريخ؟ يقول عدن الغد إن مسؤولين قاموا بإيقاف أعمال البناء العشوائي التي طالت الموقع الأثري والتاريخي في حرم بوابة عدن التاريخية. وتمكنت السلطات المحلية بعدن من إيقاف أعمال البناء العشوائي التي طالت حرم باب عدن التاريخي وتحصيناته الدفاعية التاريخية، والتي كانت قد بدأت منذ أيام بحماية من قوة مسلحة خارجة عن النظام والقانون. وقال الموقع إنه بدأت منذ أيام وبحماية من قوة مسلحة خارجة عن النظام والقانون أعمال البناء العشوائي للموقع الأثري بحرم باب عدن التاريخي، والتي كانت قد تمت بشكل غير قانوني ودون وجه حق، حيث لا يمتلك القائمون على أعمال البناء أي مسوغ قانوني، مما استدعى السلطات المحلية بمدينة عدن ومديرية المعلى إلى التدخل وإيقاف أعمال البناء والبسط العشوائي فورا، حفاظا على الوجه المشرق لمدينة عدن وإرثها التاريخي والحضاري القديم. بعد الفاصل سنواصل معكم باقي فقرات كشك الصحافة، ابقوا معنا. مستمرون معكم في مطالعة أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية، ونبدأ من صحيفة العرب الجديد وتقول: تمهيد سعودي لتدويل أزمة النفط عبر باب المندب. عنوان لصحيفة العرب الجديد قالت في تفاصيله أن السعودية تسعى إلى عسكرة طرق نقل النفط وممرات التجارة في المنطقة، وفق خبراء الاقتصاد الذين يعتبرون أن هذا هو الهدف الرئيسي من وراء تعليق شحناتها النفطية عبر باب المندب 7 أيام فقط. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح قال إن قرار استئناف عمليات
شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف، مشددا على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها. وقال الخبير النفطي اليمني لبيب ناشر للعرب الجديد عن من الواضح أن تعليق السعودية لشحنات النفط تم باتفاق مع الإدارة الأمريكية على خلفية الصراع مع إيران و كرد فعل على التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، موضحا أن القرار السعودي ربما يقود إلى تدويل البحر الأحمر وعسكرة مضيق باب المندب، متوقعا أن ترسل أمريكا ودول غربية بارجاتها العسكرية إلى المنطقة بحجة حماية طرق نقل النفط وممرات التجارة. صحيفة ديلي ميل البريطانية كانت قد كشفت عن انتقال فريق من القوات البريطانية الخاصة إلى مضيق باب المندب في البحر الأحمر لحماية شحنات النفط البريطانية، وأوضحت أن نشر الفريق الذي يضم 20 عنصرا من قوات النخبة في السلاح أو في سلاح القوارب الخاصة جاء بعد هجمات ميليشيات الحوثي لسفينة نفطية سعودية جنوب البحر الأحمر. ناتو عربي، المهمة مستحيلة. تحت هذا العنوان كتب عيسى الشعيبي مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: من دون تمهيد أو سابق إنذار عاد الحديث الرسمي الأمريكي مجددا عن إقامة نسخة عربية منقحة من حلف شمال الأطلسي، أطلق بعضهم عليها اسم ناتو عربي، تضم في المقام الأول دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب كل من مصر والأردن، بوصفهما دولتين لديهما آخر جيشين عربيين متماسكين في المشرق العربي. بحسب ما يقوله الأمريكيون، يضم تحالف الشرق الأوسط هذا شركاء الولايات المتحدة الإقليميين في الشرق الأوسط، فيما ظل المتحدثون الرسميون والذين لا يسمون الأشياء بأسمائها الحقيقية يتجنبون مجرد الإشارة إلى مكانة الحليف الأمريكي المدلل في نطاق هذا التحالف، ونعني به إسرائيل التي تبدو أكثر الدول المعنية اعتباطاً بقيام تجمع سياسي أمني عسكري جديد لا يضع القضية الفلسطينية في مركز اهتمامه أو حتى بنداً في جدول أعماله، ومع أن البيت الأبيض اكتفى بالقول إنه يرغب من هذا التحالف في تعزيز التعاون مع الدول المشمولة به، لا سيما في مجال الدفاع الصاروخي، التدريب العسكري، مكافحة الإرهاب ودعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، وكلها أهداف مقبولة، إلا أن مجلس الأمن القومي الأمريكي كان أكثر صراحة ومهنية حين أكد أن التحالف المزمع سيشكل حصنا في مواجهة إيران والإرهاب والتطرف الإيراني، ثم أضاف في إشارة لا يمكن إغفال مغزاها أن هذا التحالف سوف يرسي أسس السلام في منطقة الشرق الأوسط، غير أن ذلك كله ليس كافيا لقيام مثل هذا الحلف الفضفاض في بيئة إقليمية متغيرة لا يجمع بين دولها في هذا المقام سوى هذه الرغبة الأمريكية الملتبسة، فيما قواسم الحد الأدنى المشترك بين وحداتها الكيانية المتنافسة حينا والمتخاصمة أغلب الأحيان لا تشكل رقعة قوية قادرة على حمل هذه البنية المعقدة. طالبان تطلب دعما أمريكيا، هل هذا ممكن؟ إنه كذلك، حيث تنفرد صحيفة التايمز بنشر تقرير كتبه مراسلها في دلهي وإسلام أباد تحت عنوان: طالبان تبحث عن دعم أمريكي في قتالها مع تنظيم الدولة الإسلامية. ويشير التقرير إلى أن حركة طالبان تستعد لشن هجوم كبير ضد تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، وتسعى لتحقيق تحالف تكتيكي مع القوات الأمريكية والأفغانية يتضمن وقف الضربات الجوية التي قد تطال مقاتليها أثناء عملياتهم القتالية ضد هذا العدو المشترك. ويشير التقرير إلى أن طالبان تمكنت من اجتثاث مسلحي تنظيم الدولة من شمالي أفغانستان بعد يومين من القتال الضاري الأسبوع الماضي، وأنها تجمع قواتها لشن هجوم على معقل التنظيم في ولاية نينغرهار، وقد استدعت مقاتليها من ولايات أخرى استعدادا للهجوم المتوقع خلال الأيام ويستغرق عدة أسابيع. من بين الأخبار الأكثر تداولا ما جاء في شبكة البي بي سي، حيث عنونت طالبة أمريكية تحتفل بتخرجها مع تمساح طوله 4 أمتار. وقالت البي بي سي إن طالبة جامعية في الولايات المتحدة
حرصت على التأكد من أن مراسيم تخرجها ستبقى محفوظة في الأذهان لفترة طويلة، ولذا قررت الاحتفال بتخرجها مع تمساح طوله 14 قدما أي ما يعادل 4 أمتار. ودرست ماكنيزي نوناند علوم الحياة البرية وصيد الأسماك بجامعة تكساس A&M الأمريكية، وكانت نوناند تتدرب في مركز للحيوانات بمدينة بومبوينت يضم نحو 450 تمساحا ونوعا مختلفا من الزواحف الأخرى. لكن تمساح بيج تيكس العملاق الذي نقل للمركز عام 2006 بعد أن جعلته التغذية الزائدة مصدر إزعاج للقوارب المحلية هو الذي سرق الأضواء من جميع الحيوانات الأخرى بالمركز، وقد تطورت العلاقة بين ماكنزي وتيكس منذ انضمام ماكنزي للمركز في مايو الماضي. وتقول ماكنزي إن التمساح يتجاوب معها عندما تناديه باسمه ويتفاعل مع إشاراتها اليدوية عندما تذهب إليه بانتظام لكي تطعمه. أخطار الشعبوية وتسلل الاستبداد إلى الديمقراطية، تحت هذا العنوان كتب مفوض الأمم المتحدة سامي حقوق الإنسان زيد رعد الحسين والذي أعادت الحياة نشره. ليس بروز الشعبوية وانتهاك حقوق الإنسان في دول ديمقراطية طارئا وجديدا، ففكرة الأمة أولا سواء كانت أمريكا أولا أو غيرها هي فكرة قديمة سبق أن أدت إلى نتائج كارثية. فالنفخ في الخوف في صدور شعوب قلقة من التغييرات التي تحيط بها والتلويح بالخطر المقبل من وراء الحدود أو بخطر الأقليات هو من بنات تكتيكات قديمة، ولا يخفى أن هذه التكتيكات قد تنعقد ثمارها على الأمد القصير. الفوز بالانتخابات ولكن نتائجها الطويلة الأمد كارثية، فحين ترجح كفة القومية تتعذر العودة عنها إلا من طريق نزاع، وتتعذر بعد بث شعور في مجتمع ما بأنه استثنائي أو لا، نظير له أو متفوق على غيره. العودة بين ليلة وضحاها عن هذا الكلام والقول أخطأنا ونحن كنا سواسية ولنا حقوق واحدة. لذا مثل هذه السياسة النفخ في القومية والتفوق بالغة الخطورة. لذا مثل هذه السياسة النفخ في القومية والتفوق بالغة الخطورة، ومشاهدة الاستبداد ينبعث من أجزاء من العالم حسبانا أن المبادئ الديمقراطية والحقوق المدنية واحترام حقوق الإنسان راسخة فيها مقلقة. وأعتقد أن بروز القومية يعود إلى حقبات سياسية قصيرة الأمد، مراحل قلق وأزمات اقتصادية وسياق حافل بالتغييرات في أصقاع الكوكب كله. وفي مثل هذا السياق تدور عجلة الخطابة القومية وتلقى اللائمة على المهاجرين. يعيش حوالي 1 مليون شخص في مخيمات للاجئين في أوغندا منذ بدء الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013، ونستعرض هنا جوانب من معاناة هؤلاء اللاجئين كما نشرتها البي بي سي ووثقتها عدسة تومي تريند تيتشارد. نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. كيف عبر رسامو الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف.
بهذه الصور الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله.